في إطار إحياء فعاليات أسبوع المرور العربي، دشنت شرطة السير بمحافظة مارب الفعالية بأنشطة مختلفة بهدف نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع. وخلال الفعالية تم افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لعرض نماذج من الحوادث المرورية وما خلفتها من مآسي وخسائر بشرية ومادية نتيجة عدم الالتزام بقواعد وآداب السير وتطبيق قوانين السلامة المرورية. وتتضمن الفعالية توزيع الملصقات والنشرات التوعوية والإرشادية على مستخدمي الطريق بهدف تحقيق أعلى قدر ممكن من الوعي المروري. نحن اليوم مع الأخ مدير عام شرطة المحافظة تم تدشين أسبوع المرور العربي وافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية المعبرة عن الأشياء التي تحصل في إدارة المحافظة سواء من مخالفات مرورية أو حوادث مرورية أو إنجازات وأعمال إدارية لشرطة السير محافظة مارب. نحن نتمنى أن يكون هذا العام عام حافل بالإنجازات المرورية، وكما أكد الأخ مدير عام شرطة المحافظة أن هناك توجه كبير من الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة بالاهتمام ورفت إدارة شرطة السير بالكادر البشري المؤهل وكذلك بالمعدات، حيث أن المحافظة أصبحت في توسع كبير جدا، وأصبحت الحركة المرورية فيها حركة كبيرة جدا قد تفوق بقية محافظة الجمهورية بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين الموجودين في إطار المحافظة. نحن في إدارة شرطة السير حريصين على سلامة هؤلاء وسلامة مركباتهم، نتمنى السلامة للجميع في إطار المحافظة، ونتمنى أن يكونوا أكثر التزاماً من الأعوام الماضية بالأنظمة والقواعد المرورية. بلغت الحوادث المرورية في العام 2022 1227 حادث مروري في إطار المحافظة. في الربع الأول من العام 2023 بلغت عدد الحوادث المرورية 339 حادث مروري، نتج عنها إلى وفاة 14 شخص وإصابة 106 أشخاص.